الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. انتهينا من مقدمة من دراسة مقدمة الأصول الثلاثة، مقدمة أصول الثلاثة قرأوا الراء راوني يجد. إن شاء الله تعالى اليوم نبدأ بدراسة هذا المتن المختصر، أعني متن الأصول الثلاثة. هرقا يا رب نوفر إيه متن كتاب مكانسة أصول الثلاثة جأموك نقرودا جلق أبناء. وقد قلنا أن الكتاب ينقسم إلى خمسة أقسام. كتابك بكسنك قدما جنجر. فنبدأ إن شاء الله تعالى بالقسم الأول من الأقسام الخمسة. أقسام شنن الراء قود جلق أباتين كجلق أبنتانا جيتو. وقد قلنا القسم الأول من الأقسام الخمسة المسائل الأربعة، أليس كذلك؟ قولني جلقبا قدوان كتابك شنن الراء مسائل الأربعة جنة. فقال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. ثم قال: والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلى آخر السورة. إذن ون مصنفين اتنوا إيجالي ما هو المسائل الأربعة. مسائل أربعة، مسائل وكاو قافي ون أفرن جنساني جلقا. إذن لابد أن نتعلم ون مصنفين كن أركستنوا دبتي: يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى ما هو؟ العلم. إني جلق أبا وأن نرد توجبر علمي. إيجا علمي نردك وجب تاتي أيها الجماعة، فلا بد من أن نتعلم. نتبرت الراحة في سنو فنجر وجدت. ماذا نتعلم؟ من ربك ومن نبيك وما دينك. معرفة الله ومعرفة نبي ومعرفة دين الإسلام. ربي بيكرة، نبي محمد بيكرة، دين الإسلام بيكرة. حفيث وفنجر جيتر. وبعدما تعلمنا إيجابر النبودانو، لا بد من أن نعمل بهذا الذي تعلمنا. وانبر النسانتي فجتر حفيث وفنجر. قال رحمه الله: الثاني ماذا؟ العمل بهن وننجيب. الثالث: لا بد من أن ندعو إلى الذي تعلمنا وعملنا به. وانبرني في اتدالك لسانتي نما يامر حفيث وفنجر، نما برسيس حفيث وفنجر، نما اتيامر حفيث وفنجر. يعني لا بد من ماذا؟ من الدعوة. وان برنسان ان برت دي اني عقيدة اهل السنة والجماعة برت دي عقيدة سلف الصالح برت دي جنية يو اتين قلسني على هذا كافل اتين قلسون قيا دامي تجيت. لا بد من ان ندعو اليه، لا بد من ان ندعو الناس اليه، نما اتيام الرهافين سنو فنجرو جيت. وبعد ذلك لا بد، الرابع لا بد من ان نصبر. أبصر رعافين سنو فنجر. على ماذا نصبر؟ أولا نصبر على التعلم. انتبه دمك،
جلقبا برتم ما نو صبري برباد نما صبريك ابو برت لا بد من الصبر على التعلم برتم صبري برباد قبل كل شيء يحتاج التعلم نفسه الى ماذا يا صبري تياد من صبرين كم هناك من ترى بعض الطلبه يشتغل بما يشتغل به هؤلاء الناس وانا واسني برائد انشغالا علمي ربي كيف سابه وعلمي ربي قراوان برائد انشغالا دلقنا قراقرات انشغالا بصلاة بعد اما ان يشتغل طالب العلم بما يشتغل به الناس تاركا لدينه وعلمه لا ولا تبغي بالعلم بدلا وان علمي رابك بوفة خبران بربادا اذا فلا بد اولا من ان نصبر على التعلم برات ورتي اوف سوره في سنوفنجر ثم على العمل ايدنا مو اتهجت ورتي صبروا ورها في سنوفنجر يحتاج العمل الى ماذا الى الصبر ثم من الصبر على الدعوه والتعليم برسي سوره صبروا دعوه رتي صبروا مصيبه اتخيت تنم مدات رتيو صبروا الرا حفين سنوف هنجر وجدت واضي يا جماعة إذن المسائل الأربعة مسائل الأربعان هو القسم الأول من أقسام إيه؟ الكتاب لا بد من أن نتعلم ولا بد من أن نعمل بهذا الذي تعلمنا جلقبة براتو رافين سنوف هنجر ربي براتو دين براتو نبي كين براتو بالأدلة رجال أوجب الثاني لا بد من أن نعمل بهذا الذي تعلمنا وانبرا كانت دلقورا في سنوف جيرو الثالث لا بد من الدعوة إلى الذي تعلمنا وعملنا به وانبرا في اتدل إن كان حواسك إن برسيسون دعوة إساقونين ما إتيامون في سنوف جيرو جيتون ثم الرابع لا بد من الصبر لا بد من الصبر من يذكر لي أقسام الصبر أقسام صبر الأميكا تمام الصبر له ثلاثة أقسام القسم الأول الصبر على طاعة الله عبادة ربي رتي صبروا الثاني الصبر عن معصية الله معصية ربي را صبروا معصية ربي را صبروا دلقوا إيسي أبسيتي بردبروا إيسو دندقوا الثالث الصبر على بلاء الله مصيبة ربي نمت في درتي صبروا وهذا أقسام الصبر والدليل على المسائل الأربعة مسائل أفرا أما دبني كان الرتي رجان طيب ودو دليلة تركان فني فقد قلنا ما هو لا بد من أن ندعو إلى ما تعلمنا وعملنا به جروان برنئ في اتدال اينيسا نتي نما يا مرى مال تنجرو جنن حافين سنو فنجرو جن انتبه للدعوة الى ما تعلمنا شروط وضوابط يجب ان تقوم عليها ومن اهمها الرياسبت شروط دعوة انتبه دعوان شروط اقب الاول شرط اني القبا أن تكون الدعوة خالصة لله تبارك وتعالى واني برسيفت واني دعوة قوت دعوة أبوجن برسيس دعوة دا. كتابا برسيس دعوة دا. وربي قراغرات وربي أمة برانقون دعوة دا. أي وسائل بشرط أن يكون ذلك الوسائل شرعيا دان دين شريعان اتين دعوة قدو ايامي كفر اينو هاتاو امة برانقهوني دعوة ايقا دعوة نتقوتو شرقين اولا كأنك اباتو قبو ان يكون الدعوة خالصة لوجه الله تعالى ان تكون الدعوة دعوان كنكي برسيسون كنكي رب العالمين قفاته الشرط الثاني أن تكون الدعوة مبنية على العلم الشرعي دعوان بكم ترتك هندائتون إيجا براتي نما دعوة قدو نما برسيسو دندو تهي توقب أبلو عالمان في دائرة والنجاة منجر لا بد من العلم قبل الدعوة
لأن الدعوة أيها الأحبة وظيفة من؟ دعوان دلقاء نوتي دلقاء أنبيوتات وداعيا إلى الله بإذن وسراجا منيرا. ربي النبي محمد داعي لجي مرة لابد من أن تكون وارث الأنبياء وارث نبيوتا تؤودا دوق قبل دورة درسه. لأن الدعوة دعوات دلقاء نوتي دلقاء نبيوتا كان وانت لفو ما كعنيم وصو علمي كرئين ودو علماء أهل السنة والجماعة ججبوا تاني دين الجامعة في الرائم براتين لفوا ما كأني وهذا جد بسانيتم أن داعين تهجدتوني ليس مستكملا لشروط الدعوة. دعوانا كذي دعوة هيرا دعوان قوتتني سوني أمتا قرى دروتي أوفا إذي في اللي وري كذي جلتيتي أمتا اللي جلتا أجدتونا. الشرط الثالث شرطي سدفا أن تكون الدعوة بالحكمة والصبر. دعوان حكمة أن توقب جدتك أبس أن توقب. الرابع أن تتم مراعاة أحوال المدعوين. حالا ورد دعوة قلت جرتوك نبيك نما أكم يتم دعوة قلت جرا نما واي توحيدة اتهمون برباتي وان برائيو اتهم نما واي صلاة اتهمون برباتي يوواي زكاة اتهم حالة ورى دعوة اتقول اتجرتوتا الدنبا فالنجدت. إذن لابد من مراعاة أحوال المدعوين حالة ورى دعوة اتقول اتجرتوتا ايقاتون برباكتا. ما الدليل على هذه الشروط؟ شرط أول تنرتي رقان كجمالي يوجد قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتي لاني كراكية كني مال دين الإسلام كن كراكية أني جرى الله تنما ياما جرى دين الله تنما ياما جرى توكتما الله تنما ياما جرى إسلام ما تنما ياما على علم بيتكم سرد بيتكم سمال على علم بالكتاب والسنة على فهم ثلاث الأمة فوق أبنه وقود أعواقه على علم بالكتاب والسنة وعلى علم بأحوال المدعوين بيتكم سرت بيتكم سمال دين اتين دعوة قوتوسن بيكو تار حالة ورى دعوة اتقول ايه جرتوسن بيكو لما انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. قل هذه سبيلي جتونكم بري والرسول ربي اتنف شريعان ان اتنسن اتنفكم دين ان اتنسن اتنفكم كراكية أدعو إلى الله جرجرت الله تنما ياما نمني جر ربي تنما يا ممو هو المخلص الذي لا يريد أن يوصل الذي يريد أن يوصل الناس إلى الله نما إخلاصا نما يام تحواسك أنا جردي ربي تجسو فر وجدتونا على بصيرة وجوجن على علم بكم سرتي جدي بكم سرتي وجوجن تشمل هنا العلم علمي كم علم الشرعي بيكم ترت قرآن حديثك أنا بيكم رت حالة ورن دعوة اتقدوك أنا بيكم رت ترى دعوانكم اتين أمة برده دندو الطريق الذي يصل به الدعوة إلى الناس تراك أنا بيكم رت واضي يا جماعة تناب لابد من أن تستكمل الدعوة هذه الشروط الأربعة مفهوم يا جماعة دعوان كينا هل إني ملكاه دندأو يوشرقين أفرانكو النوغوتي يجيتو وقد ذكرنا إن شاء الله تعالى أقسام الصبر وده صبر الأدو بنيت جرامير. إذن هذه المسائل الأربعة التي هي الاسم الأول من الأقسام الخمسة إسنتم قودة جلقبا قودوان شنان كتابك تقودة مرة تتاتي يجيتو واضي يا جماعة. ما الدليل على هذه الأقسام الأربعة على هذه المسائل الأربعة مسائل أول أفران دبنك نرتي رقاما لماذا إذا جاء رجل أو عالم أو شيخ بقاعدة من القواعد أو بمسألة من المسائل لا بد من أن نسأل عليه من أن نسأل عليها الدليل جافنا نتوك مسائل تقفديك أو ديل بقاو فلا بد لنا ماذا من أن نسأل الدليل فلنقول فيجب أن نقول
هات الدليل على هذه المسائل. لماذا يا أخي لا تستهي على هذا؟ سالفة وأنت نرت دليل قابة إرامفة، لأن الذي سمعت منه ونترى لقوت جرتكم مالي دين بر ونسم ديني فدين الله به وأن كان الرب قبره جامسة ورقان قبل كميتنا مرة لقيفة. فلا بد أيها الحبة إذا سمعتم شيئا فقوا أن تقول أجلسا من أن تقولوا ما الدليل، ما إيه ما الدليل جثني جابة كيسا واجبي، لأنه دين فدين الله به دين تسموه تجرى. وأنت إذن عدمت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يأتي بالمسائل مقرونة بماذا؟ بأدلتها من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. قرآن وفديتي قرآن سنة مؤسلبتوني أكمت فسرا جدتو جلل في، لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سلفي، إن سلفيوتا انتبه، وهذا الكتاب الأصول الثلاثة من كتب العلماء السلفيين، كتاب علماء السلفيوتا الرأي. لذلك يأتي أتى بدليل في هذه المسائل الأربعة، مسائل أول أفرنتنا رجاجلا نوفي. فقال رحمه الله تعالى والدليل إيش؟ قوله تعالى انتبه هذا هو العلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، ابن القيم نونيته تتأكد العلم، قال الله قال رسوله إيش؟ وقال الصحابة. علم يجتم بري قال الله وقال رسول الله وقال إيه؟ إذن لا بد من فهم من السلف. انتبه وألا باك إيه جامامتي ونكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة إيه؟ على الخلفاء، فجعل أمرا ثالثا على الكتاب والسنة أمرا زائدا، ولم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم على الكتاب والسنة بل زاد أمرا ثالثا وهو ماذا؟ واسد الطيبة وهو اتباع السلف. فقال عليكم بسنتي وسنة إيه؟ الخلفاء. طيب إذن كناب وقا دليل تفيدي دليل تفيدي إيتي فهمي سلطوتات المفسرين وأدرسة محمد بن عبد الوهاب. إن شاء الله تعالى ستأتي لنا منهجية الاستدلال دليل لقرتي قابا وبيات إهاتو قفامتي شروط أكم قوتتو قبا دليل لي. طيب هل نكتفي بمجرد الإتيان بالدليل؟ دليل تبقى فيه قفاف خلاص استدل انتهى الكلام دليل في ذاته دبين لما يجينا. لا لابد من ثلاثة شروط، وهي أن تكون الأدلة ماذا؟ صحيحة. دليل لسلسيته قبا ضعيفا، فإن أهل البدع يستدلون ماذا؟ بالضعيف والموضوعات، وأهل السنة لا يستدلون بالضعيفات وبالموضوعات، موضوعان دليلا قلة. الثاني لابد من أن تكون الأدلة صريحة، أدلة يعني أن يكون لها وجه الدلالة. إذا أتى لك رجل بدليل فقل له ماذا؟ لا 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 أحلى هذا صحيح. فإذا كان صحيا فقل له أين وجه الدلالة، لأنه لابد من أن يكون الدليل ماذا؟ صريحا. دليل صريحة وقف يعني لابد من أن يكون له وجه الدلالة. واضح يا جماعة؟ وجه الدلالة قباته دندو قبا. الثالث لابد من أن يكون على فهم سلف الأمة، فهم سلف صوت هارتي جراتو دندو قبا جيتو دليل الإيه فتتون. واضح يا جماعة؟ سيئتهم جاء مثيته اتدانوا شرطين اتدانوا برجراتوك ثم علي وجد دلالة قباتوك. مثلا نمي تقول خمرين حراما جئ دليل لي ساق والعود رب الناس وقال الحمد لله رب العالمين، هل هذا هل يكون له دليلا؟ لكن دليل مدليلان لكن ليس له ماذا؟ وجه الدلالة، يعني ليس لم يكن ماذا؟ صريحا صريحا متجدد، يعني ليس له وجه الدلالة. واضح يا جماعة؟ خلاص. اذا ان شاء الله تعالى كان كثير في توبته دندوق امنا اجت ترى، وقد ذكرنا لهذه من قبل امثله كثيره وكثيره جدا. اما درس درسي جريجري كيستي زياره سوفين تتكملي مثال وان كان ككامل جرجت. اذا فقال المصنف رحمه الله تعالى والدليل اي والدليل على هذه المسائل الاربعه
مسائل وان افران كررت رغاني دي و علماء اهل السنه يستدلون بالكتاب وبالسنه على فهم سلف الامه على فهم سلف الامه بخلاف اهل البدع فلا ورى بدعات اهل السنه يعني اهل البدع يستدلون بالمنامات وباقوال العلماء التي ليست على مبنية على دليل فدليل الرتقرتين دائم فأنزل الفتن وأما علماء أهل السنة رحمهم الله إنما يستدلون بأدلة الكتاب وبأدلة السنة على فهم سلف الأمة لا يستدلون بماذا؟ بالمنامات وأنا كمناماتاتي وكذلك لا يستدلون بالفلسفة هل يستدلون بالفلسفة؟ وحنا جراجرات دليل فلسفة دارين وكذلك لا يستدلون بالكتب السابقة المنزلة المنسوخة أو المحرفة أو مبدلة هل نستدل بذلك؟ كتابا أما دون دابرين أهل السنة والجماعة يا أخي إن دل الفتن وأنت قراء دبتني وانجيلة كيسة تكرن جنة ثوراة كيسة تكرن جنة ونجلى ماركوسي كيسد ونجلى ماتيوسي كيسد ونجلى يوانيسي كيسد ونجلى لوكاسي كيسد ماريو كيسد فخو عرا كيسد فخو موفا كيسد هل يقول اهل السنه كذلك؟ لا والله ترى كتاب محمد بن عبد الوهاب الراوي مال انما يستدل السلفي السني نمني سنة ذاك نمني في دليل برات مالني الكتاب الله اكبر ولو كان هناك الاستدلال بغير الكتاب والسنة لاستدل هؤلاء العلماء الأجلاء أذو قرآن فبيسا ألت وان بروت الرجاب أتون جراته سلا جرم قرقودة كناتو كنو توراة كيسة تكنا جنة إنجيل كيسة تكنا جنة هل تجدون هذا منه أيها الأحبة علماء أهل السنة روانا كنال ألتني نقرتني إذن فعلينا أن نسلك مسلك العلماء السلفيين الأجلاء أدينت مع أكا محمد بن عبد الوهاب أصول الثلاثة كسيت ديميكنا إلى أن تركان تجري تركان فتن ديمون برباتيسا وهذا هو الطريق الوحيد كراتك التنمي اتنجا بهوتو كرا علماء السلفيوتا ديمان قفا جيتشورا كرا علماء السلفيوتا ديمان قفا جيتشار يا ربي ورا كراتنا ديمون تاتي فقال رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى من يقرأ هذه السورة نمي سورة فيك نمي مخارج إسي صفات إسي إيجتي إن ينو كرأ من يقرأ لنا هذه السورة نعم من أحمد الدين كرأ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعظيم إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اجلس بارك الله فيك خير إن شاء الله تعالى قال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر والله جل وعلا يقسم بما يشاء ونحن لا نقسم بما نشاء وإنما نقسم بماذا؟ بالله تبارك وتعالى ربي وأنت إنك خطأ الله ملك خطأ ننته قال ربنا والعصر عصري تخطيه إن الإنسان المن ما لفي خسر خسارة خيسة تجرني يجي هونغو خيسة تجراني يجي يا ربنا جانبان إن يملي ثم استثنى الله تبارك وتعالى ورى هونغا كيسة ربي إيجانا نبات إن يون إلا الذين آمنوا ورين براني أمنا ملي آمنوا كانت مال إبكيسة قبا يا جماعة بارو إبكيسة قبا نمني توقو وان برينيك أمن جام إلا الذين آمنوا أكاتان إني تقرتي مسائل الأربعة كينا دليلا نوتو إلا الذين آمنوا جدتوني ورين ربي براني دين براني نبي براني إتي آمنا ملي جدتو لان
للذين آمنوا. الأول ماذا؟ معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام. أثين دليل تأكم للذين آمنوا كانت دليل مالتي. العلم سنيتي يا جماعة. العلم أملي الإيمان جنة أكملت ولي دليل تأكم. إلا الذين علموا جنة قرآن اكتمال جي آمنوا جيوس جاني آمنوا كانت مالتك أيضا علمي رتم لأمان جئم نمي أدوم بارين أمان جئم. بابي وجه الدلالة يا جماعة. لو سألك سائل أين وجه الدلالة؟ لأننا في مسألة علم والآية في مسألة ماذا؟ في مسألة ماذا يا جماعة؟ الإيمان. بابي قرآني للذين آمنوا جئ متبتنوا جئ أكو تجروا الأولى العلم جئ. أين وجه الدلالة؟ إذا أتى رجل بدليل فلا بد من أن يكون الدليل ماذا؟ صريحا. لا بد من أن يكون الدليل ماذا؟ هل هذا صريح؟ أي نعم. كيف؟ ما أكمل؟ لأن الإيمان إنما يبني على ماذا؟ على العلم. واضح وجه الدلالة؟ اسأل رجلا قال أنا قرأت أصول الثلاثة. أصول الثلاثة ما شاء الله. ما الدليل على المسائل الأربعة؟ يقول لك ماذا؟ قوله تعالى والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. متجرت إلا الذين آمنوا واي آمنوا الرنجر واي مال الرجل واي علم الرجل. أين وجه الدلالة جئي؟ واضي يا إخوة. تمام. إذن فالله سبحانه وتعالى قال إلا الذين إيه؟ إلا الذين آمنوا ور ربي برني دين برني نبي برني إتي آمنا ملي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا آتين بي والأفلا إلا الذين آمنوا ور ربي براني دين براني نبي براني أمننتو ور كنسا دين براني أمنت وقمدرات مالجمة إلا الذين آمنوا كيسا نوسين جيسو. طيب وعملوا الصالحات ورين جاروا وانجل جمل جاروا وانتناتوا العمل بمعرفته وبمعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. العمل بهذا هو العمل الصالح. كانت دلقوت أعمال صالحة جل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات دليل لقوله الثاني العمل بهن جسوسني بدليل. ثم قال ربنا تبارك وتعالى وتواصوا بالحق. هذا دليل على قوله الثالثة الدعوة إليه. ثم قال ربنا تبارك وتعالى وتواصوا وهذا دليل قوله ماذا؟ الرابعة الصبر على الأذى. واضح وجه الدلالة. تمام. إذا رب العالمين حالك ندب. إذن من كانت له هذه كلها فهو الذي ينجو في القبر. يوغر تيجا هالك النر أرقمي. إذا تعلمنا وعملنا ودعونا وصبرنا ماذا؟ نجيب عن أسئلة القبر إن شاء الله في القبر. ويا قافة قبري سينك قبري كيستي وانت نرى قافة وان كان نرى قافة مني دي بسودا ديني. صنعنا هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر. بيا دنيا رت برنة براتو قفامتي اتي امنه جيره اولتني اتي نما يامني صدر. صنعنا هذا في الدنيا نجب ان اسئله القبر. وهذه ثمره. وهذه ماذا؟ ويا غاب دوني قبري كيستي ديبي تنا دندوتو ثمره يوكين بوا براتو اتي هجتو اتيامو صبروتي جيتودا. إذن المصنف رحمه الله تعالى ني رقاته فتجدت لرقا قرآن الراته. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال الإمام الشافعي. والإمام الشافعي اسمه محمد بن إدريس وهو قرشي نسبه نسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إسام إمام الشافعي وسنبي كنيات. أتى المصنف رحمه الله تعالى إشارة إلى أنه لا بد من أن نفسر القرآن بفهم من؟ بفهم سلف. قرآن كان فهمي سلفات فسروا الرهفين سنوفين جروه
namni gari gari waan namaan galle qaraayisuunis rakkoodha usuula qaraayisaa salafa morme salafiyyummaas morme waa hedduu morme waan namaan galle qaraayisootu rakkoo kana hunda namatti fide ciyaadan billaah adda baafatu dhabuun rakkisaat rabba addanuufa baasu ثم قال رحمه الله تعالى وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح باب العلم قبل القول والعمل أكنجت نوفد فبدأ بالعلم قبل القول والعمل بوب أمير المؤمنين في الحديث كتاب صحيح البخاري باب العلم قبل القول والعمل وذكر الدليل إيجنا دليل دبت فلا بد أولا من العلم قبل القول لا لقى أدوه جيت سن درا مال تنور إيجما علمي كناب محمد بن عبد الوهاب أديم ثم بخاري فان ديما ديما جيت المسألة الأولى العلم الثانية العمل فقال البخاري رحمه الله تعالى العلم قبل القول والعمل وذكر الدليل فلا بد أولا من العلم قبل القول والعمل فلا يصح أن نعمل بلا علم إن كان فيه وإلا كان فيه شبه بالنصارى نمني أدو علم بر دين دلق جئ ففيه شبه بالنصارى ور أدو علم بر دين دلق جئ يهو نصارى تفكات ور قرتيغا أدو إيغا علمي بر مو جلت إيغم علمي بر جلت إيجا علمي براني جلتو نسري جرى ربنا جانو عباسو ور إيجا علمي براني كرا ربي را كرا وان براتين را غوري جرمو إيجو تفكاتا نصا يهودا تفكاتا كرا ربي قرآن كيستي غير المغضوب عليهم ولا الضال المغضوب عليهم ور ربي نسان رتي جلن إيجو وهم اليهود معهم علم ولم يعملوا جر علمي لتبني تدلقوا أبل ولا الضالين من هم والرجل التي خربين جن النصارى لا جروا يعملون يعبدون الله على جهل جرموا واللالاني ربي دبرني كنافون تكسؤون قمن أكيؤودا سؤون قمن برني جلتو أكنصارى سؤون قمن أدوم براتين دلقو إذن برني بكم سرت تدلقون نبرباتي تاجتر وهذه المسائل الأربعة هي القسم الأول من أقسام الكتاب مسائل الأربعة لما كانوا تدبن نكوني قودوان كتابا شنان سنرى قودة جلقباتي جتادا وقد انتهينا بفضل الله وكرمه من القسم الأول من الأقسام الخمسة قودوان شنان كتاب نكوني تقودة مرة قودة درار را والنجر جتور هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.